تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بتوزيع وتخصيص 5000 وحدة وخدمة سكنية. أعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن بدء الوزارة صباح اليوم بتوزيع وحدات المرحلة الثالثة لحي الجليعة بمدينة شرق الحد على المستفيدين. وأكد المهندس الحمر أن مشروع مدينة شرق الحد يعد أحد الروافد الأساسية لبرنامج وزارة الإسكان الخاص بالأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببناء 40,000 وحدة سكنية، مؤكدا أن ما تحقق من تقدم كبير في تنفيذ هذا المشروع حتى الآن يعكس مدى الاهتمام والمتابعة التي أولاهما سمو ولي العهد رئيس الوزراء لمشاريع مدن البحرين الجديدة بشكل عام ومدينة شرق الحد بشكل خاص بهدف تحقيق رؤى وتطلعات صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتسريع تلبية الطلبات الإسكانية. وصرح وزير الإسكان بأن المرحلة الثالثة لحي الجليعة تمثل أولى المشاريع المدرجة في الجدول الزمني الذي أعدته الوزارة لتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بتوزيع وتخصيص 5000 وحدة سكنية، وأن الوزارة قامت بإخطار المواطنين المرشحين بالحضور لإنهاء الإجراءات الخاصة بذلك متبعين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة. وأضاف أنه إلى جانب هذه الوحدات السكنية الجاهزة انتهت الوزارة فعليا من تجهيز الحدائق المخصصة للأطفال والمساحات المفتوحة وأعمال التشجير، فضلا عن المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية والتي تمتد على طول الشريط الساحلي المحيط بالمدينة. تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر بتوزيع 5000 وحدة سكنية، بدأت وزارة الإسكان في استقبال الدفعات الأولى من المستفيدين واللي تمثل المرحلة الثالثة من حي جليعة بمدينة شرق الحد، وإن شاء الله سيلي تلك الدفعة دفعات أخرى متتالية وفقا لبرنامج زمني معد يمتد إلى الربع الأول من العام المقبل 2021. وهذه المناسبة يعني حبيت نهني المواطنين الكرام بهذه المناسبة واستلامهم عقودهم واستلامهم المفاتيح. والله الوزارة ما قصرت جهودها والبيوت ما شاء الله وايد زينة، وسمو ولي العهد ما قصر الأوامر السامية، وإن شاء الله فرحنا يعني يوم قالوا لنا اتصلوا فينا البارحة قالوا لنا لكم تجون حق البيوت وذي واستانسنا يعني. وسمو ولي العهد طبعا مو شيء غريب عليه ذي الشيء، انه اليوم يبدا مبادرة وسريعة انه يوزع البيوت في شرق الحد، وطبعا هذه اليوم فرحانين منطقة محرك كلها ويمكن حتى البحرين كلها فرحانة بذي الشيء اللي صاير في التوزيع منطقة الحد. ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيد ويبارك، يعني هذا شيء ما يوصف يعني، وطبعا احنا انتظرنا وايد لكن النتيجة وايد حلوة، فمثل ما يقولون قبل خذنا فرة نشوف شنو اللي صاير، وصراحة شيء جميل يعني منطقة محكمة كذي مفيدة من جميع المرافق، يعني كل الأشياء اللي موجودة تسهل حق المواطن طريقة يعني طريقة العيش بطريقة حلوة يعني. وإحنا فرحانين ومستانسين على سرعة الإنجاز في الطلبات اللي حين دي، وفرحانين لما اتصلوا فينا الإسكان البارحة وخبرونا إن اليوم عندنا شو اسمه حق العقد نوقعه، صراحة رايته بيضة وما قصر، الله يطول في عمره إن شاء الله ويخليه.